مرحبا، نحن من وامدا معكم. أنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي مع محمود كيال، المؤسس شركة ويبتب. عرفنا عن ويبتب، شو الشركة؟ ويبتب وموقع طبي باللغة العربية، اللي الهدف تبعه توفير معلومات طبية وإرشادات ونصائح باللغة العربية للمستخدم مجاناً. اللي الهدف منها والمهمة الأولى اللي بنشوفها عندنا في ويبتب هي توعية الناس وزيادة الوعي لأهمية إدراكهم ومعرفتهم بأمور الصحية، الوقاية من الأمراض، وكيف ممكن نساعدهم على أساس يعيشوا حياة أسهل وصحية أكثر. طبعاً معروف إنه الوضع الصحي للإنسان وللمجتمع بشكل عام له تأثير كبير كمان على الصحة وعلى الحالة النفسية، وكمان له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على المجتمع بشكل عام. فاحنا نشوفها مهمة كبيرة، وهذا الهدف الأساسي تبع وقتي. وحكيت بهذا المؤتمر عن الموضوع التدريب الطبي، تدريب أنا للطبي. ليه هذا يعني مهمة كتير بهذا اليوم؟ فعنا في ويبتب في الفترة الأخيرة اللي فيها احنا عنا فوق 2 مليون زائر شهريا، مهم كان عنا انه شوي نعرض معلومات اللي عم نشوفها في الموقع. وبما انه كان في كتير أسئلة ومحاور انه يعني كيف وين لازم نستثمر في الرعاية الصحية، فأنا حسب رأيي مهم جدا كنت أقول انه الاستثمار في التوعية للرعاية الصحية، في التوعية لأمور الصحة هو أمر جدا مهم. لأنه إحنا بنشوف عنا في ويبتب إنه البحث عن الأمراض هو أكتر بكتير من البحث عن مواضيع زي العلاجات، زي الفحوصات، زي ما يسمى سكرينينج اللي هو المسح، إنه كيف تمنع الأمراض. فحسب رأيي مهم جدا مش بس إنه تعطي الحلول، إنما توعي الناس على إنه في هناك حلول وفي طرق إنه يمنعوا المرض. فشو هو التحديات؟ شو هي أكبر التحديات اللي شفت بفلسطين يعني بالنسبة لريادة الأعمال؟ بسبب الأجواء وبسبب الأحوال وبسبب الظروف السياسية والاقتصادية. إحنا مثلاً كنا مكتب التسويق تبعنا موجود في عمان لأنه صعب جداً تعمله من فلسطين. فطبعا هاي المشاكل. طبعا الشغل الثاني انه اذا ممكن تجيب موظف منيح تقول له اوكي تعال على عمان ممكن، او تقول له تعال على دبي ممكن، بس صعب جدا انه اي موظف يقبل يجي من بريد فلسطين لفلسطين بسبب الظروف الصعبه وبسبب المخاطر اللي ممكن تكون بالعيش بفلسطين. التمويل funding اللي فيه كمان موجود بفلسطين بس كمان موجود في محلات أخرى في الوطن العربي، وحسب رأيي كمان موجود اليوم في محلات أخرى في العالم، اللي فيها شح الموارد للتمويل بتأثر شوي على الصناعة بشكل عام. الحمد لله الشغلة الوحيدة اللي بقدر أقول إنها موجودة بفلسطين وبوفرة هي العقول البشرية، يعني الخامات والخبرات اللي عم بلاقيها في فلسطين، خامات وخبرات اللي أنا كتير مبسوط من المستوى تبعها. وحسب رأيي هاي هي الثروة الأساسية الموجودة عندنا في فلسطين، وهي الثروة الأساسية الموجودة عندنا في وطن. شكرا كتير لوقتك. شكرا.